يعطون عليه الجرنتي 5 سنوات. زين في قطر اليوم ركزين عليه لما اليوم نحول انتم قدوتنا. هلا اقول لك اي نعم صاروا قدوه فعلا. الله يطول عمرك. لان يعني في قطر بداوا من حيث انتهت الكويت للاسف، فهم قطعوا شوط كبير. هذا ذكاء صراحه طبعا ذكاء. هذا سبق يحسب لهم صحيح. زين هذا انجاز قطر. اذا المحول اخترب عندهم على الكمبيوتر يبين وين في الخلل وشنو القطعه اللي يحتاجها. زين المهندس ما يروح المحول الا مع القطعه ويغيرها على طول. احنا عندنا بالكويت اذا اخترب المحول المهندس راح وفك لي المحول وشاف القطعه اللي خربانه ورجع مره ثانيه الوزاره واخذ نفس القطعه قصه صارت ورجع لها. والقطعه هذه مطابقه للمواصفات العالميه ولا لا؟ اكثر القطع المحولات شكل ما قلت لك المحول 32 ليش انخفض سعره؟ اول شيء كان قبل 100% تصنيع البلد. الشغله الثانيه من الالف الى الياء تصنيع البلد. الشغله الثانيه يعطيك جرنتي عليه 5 سنوات. زين الان في الكويت اللي حاصل انه يجيبون لك تجميع مو تصنيع الدوله، تجميع يجيب لك المحول فعلا من شركه معينه. زين لكن مثلا الفيوزات من دوله ثانيه ارخص فينخفض السعر. زين ومسؤولين الوزاره يعلمون بهذه والله هذا سؤال يوجه لهم مو لي انا. وجهنا اسئله كثير من الاسئله. الكهرباء في الكويت اي نعم البيوت الحين الشعب يدفعون عليها رسوم معينه؟ اي نعم في تعرفها ثابته. احنا ما عندنا. انتم في قطر ما عندكم؟ ما عندنا بلاش. ما عندنا اي نعم الكهرباء والماي. الكهرباء والماي لا احنا فواتير مشلخينك الحين ما في عدل. طيب نعم اي نعم. لا والحين اسمع يا وزير الكهرباء اسمع. عمليه ما يسمع وزير الكهرباء قاعد ياكل تشريب الحين. اسمع يا وزير الكهرباء قاعد ياكل تشريب. لا بخصوص الرسوم اللي يدفعونها علشان اسعار الاجهزه اللي تقول او المكاين او ما ياخذون فيها فرضا مكاين مش تجميع ياخذون المكاين الاصليه نفس القديمه. اي نعم فهذه الظاهر ما تكلفهم. نعم. ما تكلف والله. شوف هو العمليه مش عمليه انه ما في ولا في ولا احنا حتى الرسوم الحكومه مو محتاجه ان احنا ندفع رسوم عشان يجيبون هذه المواد. لا لا خالد عفوا احنا لا لا وصلنا مرحله خالد نحط محطات خالد يا ابو عبد. احنا وصلنا مرحله الحين على استعداد عدل صالح ندفع رسوم بس نبي خدمات زينه. نعم مستعدين ندفع رسوم بس ما تنقطع عندك الكهرباء. يعني في شهر 7 توصل درجه الحراره مصيبه هذه. لا عندنا شوي معروف حر الكويت توصل 70 فوق ال 70 اي والساعه العجيبه ما تتغير تبع وزاره الكهرباء 49 80 ابي اللي قاعد عند الساعه هذا ما قاعد يقول لك مسلب عقرب يرده ما عنده ضمير يعني طالع شو اسمه. لكن صدق يعني احنا ما الحكومه والله فعلا مو بحاجه ان الدوله او المواطن يدفع رسوم عشان يوفر له الخدمات الطيبه. طيب انت يا اخي قاعد برا قاعد تدفع مبالغ طائله وتحط محطات ايضا اصليه وزينه سووا محولات بالبصره. زين محولات في البصره ايوه اولى مو الاقربون اولى بالمعروف. خل اقول لكم احنا يا جماعه عندنا ازمه اداره. هذا المصيبه ما عندنا اداره في البلد. زين حتى للاسف اغلب المسؤولين ما عندهم حتى خلفية إدارية، خلفيتهم فنية. زين فما يقدر يدير المؤسسة هذه مع احترامي للكل. أنا لما يجيني وزير زين فني زين مثلا وزير طبيب وزير صحة حطه زين هذا 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 فني مو هذا مكانه. بس عفوا أبو فهد يعني الوزير فضل. يومين مجلس وزراء جلسة مجلس وزراء ويومين مجلس الأمة ويومين إجازة بقى يوم شنو يستطيع خلال اليوم هذا ينجز الوزير؟ صحيح مو هذه أيضا خلا أقول لك الوزير واجهة سياسية يا جماعة. اللي يدير المؤسسة الوكيل مو الوزير. الوزير سياسي صح. لكن اللي يدير الشغل كله في الوزارات اللي هم الوكلاء والوكلاء المساعدين. زين فلما يكون الوكيل أو الوكيل المساعد ما عنده خلفية إدارية وبعدين أكثر الوكلاء موجودين عندنا يعني مع احترامي لهم اقوم الوزير ستوكات صاروا لا تدري اقوم الوزير الوزير يدري انه بيمشي بعد كم شهر لكن الوكيل في وكلاء شالوا وزراء قاعدين يسرب خلال الاستجوابات عنده خبر الرجال. مو هذا اللي حاصل عندنا. احنا ما عندنا اداره صحيحه. ما عندنا للاسف ابسط انواع الاداره. زين اكثر المسؤولين
انا اشوفهم عندهم ضعف في اتخاذ القرار. زين، انا لما اكون مسؤول لابد اني اكون اتحمل المسؤوليه هذه واتخذ القرار واتحمل نتائج اتخاذ القرار. صحيح. زين، يعني هل الخوف ابو فهد بعدم اخذ القرار خوف من المسؤوليه، ولا يعني دام ان هذا القرار صحيح وانا شايفه انه من جميع الاتجاهات انا باخذ القرار الصائب في مثلا اني باخذ قرار اني بحط محطات جديده وتلزمني هذا الشيء، شو العيب او شنو المانع انك تاخذ هذا القرار وتنفذه؟ هو مشكلتنا هل هي محسوبيات؟ لا لا، هي المشكله شنو؟ خل اقول لك، خوف من الخطا، وهذه تعتبر في الاداره الحديثه. زين، هذه احد مشكلات الاداره، ان انا اخاف غلط فما اسوي. طيب اللي غلط معناته ما حد نازل كلاس يعني، لابد فهم اي يعني هذا طبعا هذه قاعد اقول لك، هذه يسمونها اللي هو الاداره الفاشله. إدارة الفاشلة يقول لك خاف أسوي وغلط. جميل. لا، سو وغلط. أبو فهد، الفساد والإدارة الفاشلة حديث ما يخلص، راح نرجع له مرة أخرى. نعم. بس صالح الشيخ شلونك؟ الله يسلمك. هلا والله، الحمد لله بخير. أبي نبي نروح للرياضة، نبي نريح شوي من السياسة. يلا. وحبيب قلبي غتساوي اليوم بعد موجود. يلا يا العرباوي. أخونا الشاعر حمد الجميلة بعد هم غتساوي طلع. واجد يقول أهل قطر غتساوية. صحيح صحيح. إيه؟ عشان غيظ العرباوية. صحيح. مين يجي لاعب العربي بقول لك عقوش. إيه عاد ناطرين العرب، عندكم عربي قطر. إيه بس ما يحبه العربي. ما يحبه. لا ناطرين بس. صالح عندك سالفة مع هدف أحرزته في يعني مرمى فريق الساحل موسم 2002-2003. والله كان هدف جدا مميز. اي هذا من اعز الاهداف الصراحه اللي سجلت، كان هدف تقريبا من نص الملعب، وهدف هالطريقه مو من الاهداف اللي تتكرر وايد، فهدف صراحه وايد اعتز فيه لانه من المسافه البعيده اللي سجلت من نص الملعب، فهذا له معزه خاصه. هالقول سجلك تصريح قديم تقول كنت اتمنى انك تلعب بالعربي. لا مو صحيح. عشان هذا تأكيد ورد على الأغاوي اللي قاعد تقول صالح الشيخ قال هالكلام إشاعة، هذه إشاعة إعلامية. اي لا احنا ترى مفبرك صحفيين نتبلى احيانا. صالح، شنو حظوظ الأزرق تحت قيادة المدرب يعني جوران في كأس الخليج وكأس آسيا المقبلين؟ والله الحين الصراحة المنتخب ماشي بطريق صحيح يعني وبارتفاع، والحين إن شاء الله خلصنا تصفيات كأس آسيا وظهرنا مستوى جيد، الحين ورانا اهم مستحقات اهم اللي هي كاس الخليج، وان شاء الله نخلص من كاس الخليج وتكون نفس بروفه اخيره حق كاس اسيا، ان شاء الله توفج بكاس اسيا باذن الله. والاوضاع الرياضيه الموجوده الحين في الساحل الرياضي الكويتي اثرت عليكم على نفسياتكم على تدريباتكم؟ والله احنا هي يعني مشاكل هي تاثر، ما اقول لك ما تاثر، يعني اللاعبين اكيد يتاثرون، بس يعني احنا خلاص يعني قاعد نفكر باسم الكويت وقضينا المشاكل ورا ظهورنا يعني. يا قصد الاداره ما تحاول تبعد اللاعبين تقحمهم في والله إيه صراحه ما قصروا ايانا يعني الجهاز الاداري الصراحه يعني خلانا كان احنا عائله واحده وما لنا شغل بالشيء اللي يصير برا، شيء يصير شيء يقولون يشيلون، احنا ما لنا شغل، احنا لنا شغل ان نلعب باسم الكويت ونحقق النتائج. جميل. صديقك علي مقصيد لاعب نادي العربي منتخب الوطني راح يجي يقعد جنبك بعد. اي قول. فبس انه صادتها الزحمه خالد عشان كذي عرباوي ما عليك كيفتك يجي ان شاء الله. ان شاء الله. حمد ودي اسالك حمد، انت ذكرت لي بعد وصولكم امس بالسلامه الله يسلمك انكم في خطه مقناص كنا. إيه لان نعم. الوقت هذا مو وقت مقناص يعني. لا الحين انا ببارك لاهل المقناص خصوصا ان سهيل بكره نعم يطلع نجم سهيل اذا طلع يتباشرون بالصقاقير دوم وهالبر وهالكشتات. يعني مقناصكم للصقور طبعا. مقناصنا بالصقور نقناص الحباري. الحباري نعم. هذا وقتها طبعا. وقتها من بعد الشهيل ب 40 يوم خلاص. ما شاء الله. ومن الان تستعدون؟ من الان انا الحين رجعت يوم جيت من الدوحه الربع شايلين طيورهم من حوالي 20 يوم كل واحد منهم ينطره في هالحر. نعم. والمقناص انا وياه من سنين عشقي للمقناص او حبي للمقناص يكفي، درت يمكن ثلاث ارباع العالم علشان المقناص. وين ناويين تقنصون السنه هذه ان شاء الله؟ والله العام رحنا للكازاخستان ورحنا للعراق. نعم. ورحنا لمصر. اها. والسنه في دحاريج وفي قطه وفيها حباري ولا وين في الدول اللي اقول لك؟ ايه؟
فيها بشكل خيالي، مش نفس الخليج لا قطر ولا الكويت. وانتم قناصة تستانسون لا شفتها طيور. هذا